متابعي صوت العدالة، مرحبا بكم أينما كنتم. اليوم كنقل لكم أجواء من منطقة ستيفاطما المعروفة بأوريكا من عمالة إقليم الحوز ولاية جهة مراكش. هذه المنطقة متابعينا فقط للتعريف هي منطقة سياحية بامتياز بمناظرها الجميلة، بجبالها الشامخة وبمياهها العذبة. متابعينا هذه المنطقة كانت كتعرف توافد ديال السياح سواء الداخليين أي المغاربة وكذلك الأجانب. اليوم كنشوفوا المكان خالي تماما، كأن لا شيء يذكر أو كأن الإنسان لم يمر من هذا المكان. غادي نشوفوا سي محمد، واحد من الساكنة اللي صادفناه بصدفة اللي عجيبة، بحكم حتى شي واحد من الساكنة ما خرج الآن، وغادي نشوفوا الأجوبة ديالو. سي محمد مرحبا بك على جريدة صوت العدالة. بغينا أنت واحد من الساكنة هذه، بغينا نعرفوا كيفاش جاتكم الأجواء. كانت هذه المنطقة كتعج بالساكن بالسياح وكذلك الرواج ديال المحلات التجارية والسيارات الضجيج ديالهم، الان كنشوفوا فارغه تماما. كيفاش جاتكم هذه الاجواء؟ اش بغيت نقول لك، تفاجئنا بهذا الخبر هذا، وانما اللي جا من عند الله سبحانه وتعالى راه مرحبا به. كنا موالفين واحد المعيشه في الشكل، دابا نقصت القضيه، نقصت بزاف، تقريبا شي نقولوا 90% 10%. هو بزاف ماشي، راه كلشي ساد، كلشي دابا راه حنا ماشي ما غير ما مي البلاد تقريبا 90% راه مشات. دابا راه بقاتنا هذيك 10% هذا الشيء غير بعض الناس. بحالي انا دابا تنقاد الخبز، بقات لي هذيك 10%، عندي واحد 4 لحمات ولا 5 هما اللي حالي، هما اللي تنسربيو تنرزق فيهم الله وتنعاود نرزق فيهم. واش الناس ديال الساكنه ديال هذه المنطقه السي محمد واش التزموا بالحجر الصحي 100%؟ اي راه دابا شتي بعينيك راه ما كاينش زعما اللي غير الضروره، العيالات هكا بغات تحشي ولا شي حاجه كتمشي كتقضي غرض مع الصباح قبل ما يكونوش الناس مثلا يفيقوا الناس تترجع في حالهم. دابا راه شتي حتى واحد ايه مني جبد راه بيبان لك العربون، كلشي بنادم بيخرج ولا شي حاجه بيتقدم من الحانوت تعطيه يلبس. واش الساكنه سي محمد واش لقات شي مساعدات، تقديم شي مساعدات من شي جهه؟ لا هاد الساعه مازال ما بان لي والو، انايا ما بان لي والو. واحد النهار انا سمعت بان راه جات هذيك المبادره ديال سيدنا ديال التضامن، هي اللي سمعت جات صافي هذا الشيء اللي عطانا. سي محمد شنو النصيحه ديالك للمغاربه حاليا؟ بغينا نشوفوا هذه الاجواء ان شاء الله تكون عامره كالعاده ديالها، شنو النصيحه ديالك؟ النصيحه ديالي بعدا يلتزم بنادم، يلتزم ب يجلس في دارو تدوز هذه الازمه هذه، وديك الساعه اللي دارها الله راه هي اللي بغات تكون، وما كرهناش حنا تعاود ترجع للبلاصه المنطقه كي كانت في الاول. حيت شحال من واحد راه شحال من واحد تياكل خبز هنايا، شحال من واحد تيخدم، شحال غير القهاوي، شحال من واحد دابا تقريبا جالس، كل قهوه كتلقى فيها تقريبا 6 7 حتى 10 الناس، كل قهوه اي 10 الناس تيجري، وكل واحد تيجري على عائله. هما دابا كلهم جالسين، حتى شي واحد ما بقى فيهم، هذا كلشي سد، ما كاين مشكل. شكرا لكم سي محمد، بارك الله فيكم، رمضان مبارك. متابعينا كما شفتوا كما جاء على اللسان ديال واحد من الساكنه، صراحه هذا صادفناه بعجوبه، لانه حتى شي واحد ما خرج حاليا بهذه المنطقه فارغه كما سبق لي ذكرت، فهو كيقول كنتمناو انه ترجع الامور المجاري ديالها. والامور كيفاش غترجع؟ هو الالتزام ديالنا، التزم انا وانت وهو وهي وكل شيء باش ترجع الامور للمجاري ديالها. كما كنشوفوا الناس ديال الباديه وراه التزموا وراه داروا الامور بمحض الجد، فتمناوا الناس ديال المدينه حتى هما التزموا، وشكرا لكم.
قبل ما تخرجوا ما تنساوش تفعلوا الجرس وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي باش يوصلكم دائما جديد صوت العدالة.